فنانين كتير كانوا حاضرين جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واللي كان علامة فنية مستحيل ننساها بخفة دمه وتلقائيته اللي تجمع على حبها ملايين المصريين. يسرى وإلهام شاهين وميرفت أمين وأحمد السقا وغيرهم من النجوم كانوا أشهر الناس الموجودة أثناء تشييع الجثمان، لكن شخص مهم جدا تغيب عن الحضور، ما نعرفش إيه سبب غيابه عن يوم مهم زي ده. الشخص ده هو الطبيب حسن سمير صبري، ابن سمير صبري الوحيد، عايش في لندن طول حياته وطبيب مشهور في انجلترا، وعلاقته بوالده مستمرة وما انقطعتش، لكنه ما كانش عايش معاه. بس يا ترى ايه سبب غيابه عن حضور الجنازة؟ وازاي قلبه طوعه ما يودعش ابوه ولو للمرة الاخيرة؟ اسرار كتير خباها سمير صبري عن جمهوره طول السنين اللي فاتت، علاقات حب وغرام جمعته مع فنانات كتير، لكن اكبر سر اخفاه عن الجمهور كان ابنه حسن. كلنا كبرنا واحنا شايفين سمير صبري اشهر فنان سنجل في الوسط الفني، بس الحقيقي انه اتجوز لما عمره كان 40 سنة من بنت اجنبية كانت عايشة في اسكندرية، وبالفعل خلف منها ابنه الوحيد حسن. اضحك يا ابو علي يا خفيف الدم، ودي اكتر اغنية اشتهر بيها سمير صبري، والبعض قال انه كان بيغنيها لابنه اللي افترق عنه من زمان بعد ما اختلفوا والمشاكل كترت، ووقتها فضل الاتنين الفراق والبعد. غاب ابنه عنه سنين كتير، بس العلاقة فضلت موجودة لحد ما اتدهورت الحالة الصحية لسمير صبري، لكن طول الوقت فضل ابنه غايب عن المشهد، جايز الغربة السبب محدش عارف. ويوم الجنازة كان الابن هو الغايب الوحيد. كتير من الفنانين حاولوا يبرروا غيابه وقالوا بسبب ظروف شغله، وإن حجز تذكرة الطيران مستعجلة هي اللي منعته من حضور جنازة أبوه ويشيل نعشه لمسواه الأخير. ايوه، ما لقاش تذكره في اي طياره، دي حجه غياب ابن الفنان سمير صبري الوحيد عن جنازه ابوه اللي عاش عمره محروم منه، واتحرم برضو ان ابنه يشيله ويدفنه بايده. سمير صبري برغم انه كان عنده ابن واتحرم منه سنين، لكنه ما كانش وحيد، وكانت عزوته في اصحابه اللي ما سابوهوش يوم وداعه، وفضلوا معاه لحد اخر لحظه له في الدنيا. صحيح الصاحب الجدع عمره ما يتعوض ابدا. صدمه الاصحاب والاحباب، فنانين كتير امبارح اصيبوا بصدمه كبيره، خاصه الفنانه يسرى. امبارح بعد ما شافت الفنان سمير صبري والقت عليه النظره الاخيره انهارت وقعدت تعيط، وبعدها كتبت على السوشيال ميديا هتوحشني يا اغلى الناس. غياب ابن سمير صبري عن الجنازه بسبب الحجه اللي اعلن عنها هيخلينا نسال، هل هيحضر العزاء ولا هيظهر وقت تقسيم الورث والتركه وبس؟ وهل فعلا كان في خلافات بينهم قصدوا يخفوها عن عيون الجمهور لخوفهم من الشوشرة؟ ولا دي كلها اتهامات ملهاش علاقة بالحقيقة؟